خد ده معاك يا شعبان، اعتبره ستيبل عشان لو طلعت من الطابور يقف بدالك، يمكن تلحق تدفع المخالفات قبل الخزنه ما تقفل. ولو حسيت بحركه غد او سرقه كنكستك بقى ولم الناس. الفك يا شعبان مبدئيا خد دول عشان عمر الخزنه ما فيها فك. يا شعبان من يوم 1/5/2019 كل معاملاتك المالية الحكومية اللي فوق 500 جنيه هتبقى إلكترونية، يعني ولا مفيش فكة، وأمان لك وهتلحق الخزنة قبل ما تقفل، وهتدفع في جميع الجهات الحكومية بكارت المرتب أو بكروت الحسابات البنكية أو بطاقة الائتمان أو مسبقة الدفع أو أونلاين، وفوق 10,000 جنيه تدفع في أي بنك. في أسهل وأسرع من كده؟ تعاملاتك المالية الحكومية ما بقتش نقدية. تتوفر الكروت مسبقة الدفع مجانا في البنوك الآتية.